لأنه التاجر ينضم إلى أكثر من غرفة تجارية في العراق يعني؟ مثلاً إذا مثلاً واحد من صلاح الدين راد ينتمي إلى غرفة تجارة أربيل خلينا نقول زين، يطلبون منه تأييد سكن أستاذ العزيز. إذا جاب لهم تأييد سكن إنه هو ساكن أربيل من حقه. من حقه؟ من حقه. حتى لو هو كان منتمي لغرفة تجارة صلاح الدين؟ عادي يمشون على بطاقة السكن عادي وتأييد ما راح يصير تضارب هنا أنا بالتجارة؟ لا 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 أبد. هسا أنا عندي هنا أنا بدائرتي ناس من أربيل من كركوك بس جابوا لي تأييد سكن إنه هم ساكنين هنا يعني. نعم. تجارتهم هنا أنا أعمالهم هنا ماكو مانع أستاذ العزيز. مشت الأمور. تمشي. أكو شركات يعني امتنعت من التجارة في صلاح الدين؟ أستاذ العزيز طبعا هذا هم حق اللي فتحت لي أحب أتطرق إليه. للأسف الشديد هواية أكو شركات هي ما منتمية لنا. العدل ما منتمية. وتشتغل هالشكل يعني. جابوها وخلوها واشتغلي بالتجارة. وصارت حالات تزوير. وجوني أنا الأمن. الأمن الوطني، جوني المخابرات، جوني الاستخبارات. المن تابعة هاي الشركات يعني الناس يشتغلون، احنا فاتحين شركات بس هم ما منتمين ولا مسجلين يمي. فقاموا جماعة الأمن الوطني مرة أو مرتين أو ثلاثة طلبوا من عندي أقراص بأسماء الشركات فمنحتهم إياه، قالوا احنا راح نطلع ونتصرف نشوف هاي الشركات موجودة على أرض الواقع لو وهمية منتمية لكم لو ما منتمية راحوا وعنا رجعوا للخبر. بما أنه أستاذ العزيز نعم فتحت لي هذا المجال للأسف ماكو تعاون من قبل منو؟ أمن الوطني استخبارات مخابرات.